سؤال كمان، انا كنت بضحك اجابه لواحد قبل كده في موضوع الكلب في البيت. انا بالنسبه لي انا ليا حاجه فيه، اه خير، وش الحاجة؟ الحاجه مش هقول حراسه قوي قوي، لان احنا طبعا الحمد لله في بلد امن وامان، ايه بس هو فعلا حتى لو حد عدى قدام باب الشقه بيقوم وبيهوى هاو وكده. هاو ها؟ بس هو كمان اكتر ونس لانه انا لوحدي، ما انت فاهم ساكنة في يعني عند نهر اهلي مش هنا. المسيسيبي؟ ايه؟ ساكنة عند نهر المسيسيبي انت؟ ها لا انا ساكنه في خليفه سيتي هنا. يا يعني هو عند نهر المسيسيبي، خايفة من التماسيح في الليل؟ لا مش خايفه، ها بس بالحقيقه الحقيقه هو ونس. انا يعني لو ونس. يعني ما كنت لوحدي ما كنتش اقدر انام بالليل، اولع كل انوار الشقه استنى لما هو الصبح يطلع. كلب حراسة؟ حراسة ولا هذا لا لا الكيوت؟ لا حراسه، هو هاسكي، هو كلب شو هاسكي يعني، كلب الهاسكي؟ هاسكي اللي هو بعيون زرقاء ده، ابيض في اسود كده. هاسكي؟ أنا ما أعرف وش الهاسكي هذا. شو اللي هو أختي؟ كلب الثلج ده بتاع سيبيريا. ولا ما علي، أنا بقول لك الحكم الحين. شوفي تمام. ما في، الحاجة الثالثة. لا خلينا في الثانية، اوكي خلينا ماشي. في الثانية. أولا أنا طيب. في خليفة سيتي ساكن، تمام عرفتي؟ الحمد لله. إيه يعني لو أنا ساكن منطقة ثانية في خليفة سيتي أو خليفة إيه، صح أنتِ؟ صح إيه يا يعني هذه المنطقة بالذات اللي أأمن منطقة يمكن، الحمد لله، الحمد صح لله. ولا لا؟ إذا ما لك حاجة في الحراسة، ولا أنت تمام حرث ولا زرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجره قيراطان، كل قيراط كجبل أحد، علمتي؟ ولا تدخل الملائكة بيتا في كلب، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. أجيز الحراسة، امرأة خايفة على نفسها، امرأة كذا، حرث، زرع، غنم، هذا أجيز من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا. لكن أنت تقولين ونس، عصافير يعني ونس، ترى القطوة ونس، اتزوجي يعني ان هذه. شاء الله. ما هو ده نصيب يا استاذ وسيم، طب ما تعديها ليش ان هي شو عديها؟ شو امرأة تخاف على نفسها؟ وين علينا؟ ها علينا يا أمل؟ يعني لا شو عديها؟ قصدي يعني انه يعني انتوا لوحدي، تشعرون رجل انت عالم الدين، لوحدي. انتوا بتعرفوا شو مشكلة الناس؟ رجل الدين اذا مشاه خلاص عند ربنا، حطه في رقبة مطوع، لا وعند ربنا لا يوم القيامة، عند ربنا اذا سألك ملائكة وعندك كلب ويلعق ولعاب الكلب نجس ويلعق يدك وصحون وكذا وهذا، ويا رب الشيخ وين وسيم؟ وسيم وين؟ هاي يا رب هو الافتالي، وانا واقف هي وين؟ خذوه فغلوه. فانت لا ما بعد تصير السنة تقولي إن شاء الله حضرتك تروح الجنة. إيه امين، ما تصير تقول لي رجل دين عديها. لا أنا قصدي ما تمشيش معايا إن أنا لوحدي، إن هي تبقى حراسة لامرأة لوحدها يعني. علينا يا اختمل، لا لا ده بجد انا والله، لا بسألك والله. سؤال بالله عليكي، جاوبي لا بدينك، لا ها لا 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 بدينك، لا 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 بالله عليكي بدينك، انا لا لا بسألك لا بالله العظيم والله رقيب على شهادتك، هل والله انت ما كنتش سألت، ما كنتش ايه، هل اهتميت انت سألت. فعلا من باب الحراسة ولا من باب الوناسة؟ الاثنين. لا اله الا حضرتك الله. حلفتني، ايه حضرتك انا اختي. الو امل، انا بسمع صوت بره بيخبط بترعب، ما بقدرش انام، مش عشان حاجه يعني بس ايه انا كتير بخاف، انا كتير انا بتفرج مثلا على افلام رعب وخاف. اختي انا انت ادرى، كده اذا انت ادرى بدينك وبضميرك، وانت يا. هذا تدين بين العبد وربه، لا انا رقيب يا. ولا احد رقيب. قلنا يا اذا انا من باب الحراسه وان المراه تخشى على نفسها ولوحدها لا باس، يا تمام علمتي؟ هذا التدين تمام مع الله، انت ادرى يا بنيتك، تمام. فلو انا عشان صدق كده الله سالت لكان خيرا حضرتك لهم. والله. ايه اما انت تقولي لا حراسه، وانا اعلم ان خليفه الف افضل منطقه وامن منطقه، واعلم صح انها مستحيل ما يوجد سرقات، الحمد لله هي المنطقه اللي نسبه السرقات صفر بفضل الله، لا لا الحمد لله علمتي؟ الحمد لله فهذا الحمد التدين لله بينك وبين الله. نعم. تمام. طب الثالث آخر سؤال. ايه بالنسبة أنا كنت سألت قبل كده على موضوع التاتو، ها فسألت تاتو عن موضوع الوشم؟ التاتو اللي هو الوشم. ففي حد هو عايش في السعودية جاب يعني فتوى إن التاتو لو ما خرجش دم من الجلد يعني يبقى مش حرام، لأنه كده مش هيبقى في عميق الجلد يعني. ما شاء الله. فأنا أخدت الفتوى دي للأسف وعملت فيها واحد تاتو. الله يعطيك العافية. فبعدين قالوا لأ ده كل الوشم
حرام، انت فانا اعمل ايه دلوقتي؟ انت ما انا بقول لك حاجه، انت اي واحد شيخ دين على طول تاخذي منه الفتوى ولا اعمل ايه؟ ما الحين بسمع، انت اي شيخ دين تاخذي منه الفتوى طازه؟ يعني انت الحين بتقولي مشي الكلب يا شيخ، يعني كانك انت تبحثين عن الرخص؟ صح، لا والله انا ده انا بقول لحضرتك ينفع ان هي تكون عشان لوحدي، مش بقول لك مشي الوشم طبعا. الوشم سوى الجلد ما سوى الجلد ما حرام، لعن الله الواشمه من حديث ابن مسعود، يعني انت ملعونه لتضع وشم، ما تحتاجي فتوى شيخ يقول لك هي الوشم جائز، انت الان بتشيل الوشم، في عمليات اتوقع بتشيل الوشم، علمتي؟ في ليزر بتشيله، ما اعرف ليزر ولا صاروخ ارض جو، المهم انت تشيل الليزر تشيل الوشم، علمتي اختي؟ طالما لا يوجد عليه ضرر او تاثير، يعني مثلا والله اشيله يقطعوا يدي تشويهات لا، لكن اذا ترومي تشيلينه تقدرين تشيلينه شيلي. نعم طيب، ربنا يخليك يا شيخ. لا هو كان السؤال الرابع من الأنسة اللي سألت بتاعت جوزها وكده انه ما بيصليش، فانا كنت اعرف انه لو انا متجوزه واحد ما بيصليش، وانا قعدت انصحه كتير قوي، يعني في حد من الشيوخ برضه قال خلاص نطلقه ونتجوز غيره، نص يعني الامه تطلق. لا اختي هذه الفتوى غير صحيحه، هو مسلم. مش صحيح. نعم طبعاً. مسلم، انصحوه بدل ما تفكرون بالطلاق انصحوه. اوكي ماشي، ربنا يخليك، ميرسي جدا على كل نصايحك، وربنا يخليك لينا. واشكر كل القناه وكل القائمين على البرنامج، وشكرا. شكرا يا اختي امل. نعم صلاح تفضل.